مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم الجزء الأول من حضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفعاليات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف. هذه النسخة والنسخة الخامسة تعكس حرص الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة والقادرون باختلاف، وتجلى هذا في التوجيهات المستمرة للدولة المصرية والحكومة المصرية للعمل على دمج وتمكين وتدريب ذوي الإعاقة والقادرون باختلاف وضعهم على أولوية وصدارة الأجندة المصرية. هذا الحرص يأتي في ظل الجمهورية الجديدة وما تعكسه الدولة المصرية من الاهتمام بذوي القدرات الخاصة بخطوات عملية على الأرض تم ترجمتها في عدد كبير من الخطوات والفعاليات والقوانين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته المختلفة. هذا صندوق الذي يكفل حقوق ومكتسبات القادرون باختلاف وسط خطوات أخرى تتبناها القيادة السياسية المصرية والقيادة السياسية المتوفرة لدعم القادرون باختلاف. خمس نسخ مرت على هذه الفاعلية وغيرت وجه الحياة لمن هم يحولون اليأس إلى طاقة أمل وإبداع. تم ترجمة هذا التوجه وهذا الحرص من الدولة المصرية في نماذج شاهدناها على أرض الواقع في النسخة الخامسة من قادرون باختلاف. حول النسخة الخامسة والنماذج التي تابعناها على منذ قليل في الجزء الأول من هذه الاحتفالية والتي تجلت في رؤيات وقصص من القادرون باختلاف، البعض منهم عاد مرة أخرى إلى الدراسة والبعض منهم والكثيرون منهم تفوقوا. هذا التوجه عكس عودة 120 ألف من القادرون باختلاف وذوي الهمم إلى مختلف المدارس والجامعات المصرية. دعونا نتابع ما تم خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع القادرون باختلاف وذوي الهمم على أجندة أولويات الأجندة المصرية ورؤية الدولة المصرية في 2030. معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، يعني في البداية دعنا نتحدث عن دورية قادرون باختلاف النسخة الخامسة. ماذا يعني هذه الدورية وانعقادها عاما بعد عام من وجهة نظرك؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. احتفالية قادرون باختلاف في الحقيقة بتؤكد اننا بصدد جمهورية جديدة تحتضن وتدعم الجميع. ودورية الانعقاد ويعني هذا التقليد الذي يعني تم الترسيخ له واسس له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبح تقليدا ويوما مهما في العام، واصبح ايضا يعني يوما يحيي الإنسانية اذا جاز التعبير. يعني احتفالية قادرون باختلاف احتفالية تحيي القلوب إذا صح الحديث، لأن بالتأكيد نحن نتحدث عن مخاطبة الإنسانية ومخاطبة المشاعر وأيضا مخاطبة يعني الوطنية، لأن هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه المشاهد الأكثر من رائعة حينما نراها اليوم فهي ترسخ لفكرة أن هذا الوطن يتسع للجميع، هذا الوطن يحتضن الجميع وقادر على دعم الجميع. وبالتالي قادرون باختلاف تقليد رئاسي أنا أعتقد أنه هو من أهم منجزات الجمهورية الجديدة، لأنه أيضا رسخ لعقد اجتماعي ويعني أخلاق وقيم جديدة في المجتمع أعتقد أننا كنا بالفعل نفتقدها خلال العقود الماضية. نعم كان هناك اهتمام، نعم الشعب المصري عظيم، نعم الشعب المصري رحيم، ولكن حينما يتم الآن وضع هذه الرحمة وهذه الأخلاق وهذه التقاليد المصرية داخل إطار وداخل احتفالية وداخل إطار عمل، فبالتأكيد هي تظهر للعيان وأيضا تؤسس لمستقبل أفضل لقادرون باختلاف. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الاحتفالية يعني احتفالية مهمة للغاية، ودورية انعقادها أمر بيؤكد أن حتى في ظل انشغال الدولة المصرية بالكثير من الأمور وبكثير من المشاكل وبكثير من المتغيرات الإقليمية والدولية وانشغال القيادة السياسية المصرية بالكثير من القضايا، إلا أن قادرون باختلاف على أولوية أجندة القيادة السياسية المصرية، وهذا أمر في الحقيقة يعني يمثل بادرة وأمر غير مسبوق
وايضا ترجم بالافعال، يعني ليس فقط الامر يقتصر على فكره الاهتمام بهذه الاحتفاليه، ولكن كما راينا في التقرير او في الفيلم القصير الذي عرض في بدايه هذا الاحتفال، على الاطار التشريعي هناك تمكين للقادرون باختلاف، على الاطار التعليمي، على الاطار الوظيفي، على الاطار حتى الرياضي والثقافي والفني، اذا تمكين شامل للقادرون باختلاف، وايمان من الدوله المصريه بان هذه الطاقات المصريه طاقات من الممكن ان يستفيد منها الوطن، وهذا ما ظهر جليا خلال السنوات الماضيه. نعم استطاع الوطن ان يستفيد الان من قدرات قادرون باختلاف بعد ان دشنت الدوله المصريه جسور ثقه وجسور تواصل ما بين مؤسسه الدوله وقادرون باختلاف عبر هذه الاحتفاليه التي اصبحت عيدا سنويا للقادرون باختلاف، تمكنهم من اظهار قدراتهم وايضا تلبيه احتياجاتهم. طيب أستاذ جمال، يعني هناك حدث في الجزء الأول من النسخة الخامسة من قادرون باختلاف لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام، وهو وجود أحد أطفال قطاع غزة وتمثيله وجوده على المسرح والمشاركة في النسخة الخامسة من قادرون باختلاف. ما رمزية هذا الأمر؟ بالتأكيد مصر هي حضن الأمة العربية، والطفل عبد الله اليوم الذي استغاث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من داخل قطاع غزة هو اليوم على مسرح القادرون باختلاف، ويتلقى قبلة أيضا على جبينه من السيد الرئيس، وأعتقد أن هي قبلة وحضن لكل طفل فلسطيني تهون عليه الكثير من الصعاب وترسل رسالة بالغة الأهمية أن الشعب المصري قيادة وشعبا يساندكم يدعمكم قادر على الوقوف خلفكم وبجانبكم، وهذه في الحقيقة رسالة عظيمة في غاية العظمة. في الحقيقة نحن نتحدث هنا عن الإنسانية، عن حقوق الإنسان الحقيقية، وليست حقوق الإنسان المصطنعة، وليست حقوق الإنسان التي فقط هي شعارات، ولكن ما رأيناه اليوم على المسرح هي هذه هي حقوق الإنسان الحقيقية، أن تأخذ بيد طفل من بين الركام وتأتي به إلى القاهرة ويتلقى العلاج ويعني يتلقى الدعم النفسي من القيادة السياسية المصرية. وفي الحقيقة إن هذا ليس مستغربا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو دائما ما يلبي نداء كل مستغيث، وفي الحقيقة يعني لفتة إنسانية عظيمة للغاية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لاشتعال هذه الحرب في قطاع غزة وهو يولي اهتمام بالغ فيما يتعلق بالشق الإنساني تحديدا، وبالتالي بنجد الآن أكثر من 47 مستشفى في 8 محافظات مصرية بالفعل استقبلوا أكثر من 2200 حالة من داخل قطاع غزة يتلقون العلاج داخل الأراضي المصرية وفي المستشفيات المصرية، ورأينا في التقرير الذي تم عرضه أو في الفيلم الذي تم عرضه نماذج بالفعل من هذه الحالات التي تتلقى العلاج على الأراضي المصرية. إذن مصر في الحقيقة هي الحضن وهي السند وهي الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني، وهذه المشاعر التي رأيناها اليوم ما بين القيادة السياسية المصرية وما بين هذا الطفل الذي تلقى العلاج على الأراضي المصرية هي مشاعر بتعبر عن كل ما يعني بداخل مواطن مصري تجاه أطفال وحتى كل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لفتة إنسانية في الحقيقة أكثر من رائعة بترسل مشاعر الشعب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين تجاه نظرائهم من الأطفال المصريين. بالتأكيد يعني هي مشاعر متبادلة. بالتأكيد يمكن أيضا أن يكون هناك اليوم أطفال من الفلسطينيين من قطاع غزة مع الأطفال المصريين، هذه أيضا رسالة أخرى، رسالة لها علاقة بأن نحن شعب واحد ونقف مع بعض ونساند بعض، حتى هذا أيضا يدعم يعني الحس العروبي والحس القومي، وهذه نقاط في غاية الأهمية. وأعتقد أن الأطفال المصريين في الحقيقة بيولدوا وهم بداخلهم حب فلسطين، وهذا ما يؤكد عليه النهاردة حفل اليوم، حتى ونحن نحتفل فلسطين معنا والأطفال الفلسطينيين معنا، وفلسطين في قلب الدولة المصرية وفي قلب وعقول كل مواطن مصري. أستاذ جمال، يعني من وجهة نظرك كيف ترصد لنا، كيف استطاعت المبادرات الرئاسية المتعاقبة في تحويل الحال فيما يتعلق بقادرون باختلاف ب 360 درجة، كيف استطاعت أن تقلب هذا الوضع وتعيد صياغة الحياة من جديد لقادرون باختلاف في إطار أنهم جزء من عملية التنمية التي يشهدها الداخل المصري؟ هنا نتحدث عن القرار السياسي. لولا توافر القرار السياسي ما كنا نتحدث الآن عن هذه المنجزات.
إذا في البداية يجب أن نشير أن كان هناك قرارا سياسيا من القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بقدرون الاختلاف، ومن ثم تحولت هذه الإرادة وهذه القرارات السياسية لمنجزات على أرض الواقع، فوجدنا مسارات عمل مختلفة في الحقيقة. سواء على صعيد البنية التشريعية، بدأت البنية التشريعية تتخذ مسارات عمل لإتاحة الفرص والتمكين لأصحاب القدرات وقادرون باختلاف، ومن ثم وجدنا هذا الاهتمام الرئاسي ينعكس أيضا على كافة مؤسسات الدولة التي أصبحت أيضا بدورها بتؤدي هذا الدور وتقوم بنفس الاهتمام لقادرون باختلاف، ومن ثم أصبح الآن التمكين كما كنا نتحدث تمكينا شاملا لا يقتصر فقط على فكرة يعني إطار التمكين حتى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الرياضي، ولكن بنتحدث عن كل المجالات. نتحدث الآن عن طبعا إتاحة فرص العمل، إتاحة التعليم، إتاحة يعني أيضا المجالات الخاصة بالرياضة، وبتشوف إزاي أبطال مصر في المحافل الرياضية في الحقيقة يرفعون علم الوطن في كافة المحافل الرياضية العالمية والإقليمية، وهذا أمر في الحقيقة في غاية أيضا الجمال والروعة أننا نجد أبطال مصر من قادرون باختلاف يعني يرفعون راية الوطن في كافة المحافل الرياضية. إذن كانت هذه الإرادة السياسية حافز ومحرك أساسي لكافة مؤسسات الدولة للاهتمام ولدعم قدرات قادرون باختلاف التي في الحقيقة بالفعل وجدناها فاعلة على أرض الواقع. أيضا كما حضرتك تفضلت وذكرت الكثير من المبادرات، وحتى فيما يتعلق طبعا بالمبادرات بشكل عام أنا أعتقد أن هي أمر مهم للغاية، لأن فكرة المبادرات في حد ذاتها هي فكرة لها علاقة بإنجاز الأهداف قصيرة المدى، وهذه نقطة بالغة الأهمية لأن الدولة لديها نعم استراتيجية 2030 ولديها استراتيجية 2052، ولكن حتى لا ينتظر يعني القادرون باختلاف تنفيذ هذه الاستراتيجيات بتتدخل هنا المبادرات السريعة وتنجز الأهداف والطموحات لقادرون باختلاف، وهذا ما رأيناه على صعيد عدة مجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات حتى الثقافية والفنية والرياضية كما كنا نتحدث. إذا نحن نتحدث عن تمكينا شاملا لقادرون باختلاف بعد عام 2014، وإرادة سياسية استطاعت بالفعل أن تجعل قدرات قادرون باختلاف قيمة مضافة للدولة المصرية. طيب لو تسمح لي أستاذ جمال أن نتحدث عن مكتسب هام جدا الجميع يتحدث عنه، وهو أحد المكتسبات الهامة لقادرون باختلاف، وهي فكرة الدمج. كيف ترى هذا المكتسب؟ ومنه سأنتقل إلى نقطة هامة فيما يتعلق بملف التعليم، ولكن دعنا في البداية أهمية الدمج. كيف ترى عملية دمج ذوي الهمم والقادرون باختلاف في داخل شرايين المفاصل المجتمع المصري؟ هنا سوف يعني نتحدث عن نموذج بسيط للغاية، يعني لن نتحدث حتى عن فكرة الدمج بمفهومه الوظيفي والتعليمي، ولكن حتى على صعيد الآن الأماكن الخاصة بتقديم الخدمات أصبحنا نجد الآن أماكن مخصصة لأصحاب الهمم أو ذوي الهمم لتلقي هذه الخدمات في كافة المؤسسات الحكومية. تمام. وهذه نقطة في غاية الأهمية. حتى الآن في مثلا فكرة رصف الأرصفة وتجهيز الشوارع أصبح هناك اهتمام لفكرة وجود أماكن لعبور يعني عربات الخاصة بذوي الهمم، وبالتالي أصبح حتى فكرة الاهتمام بتفاصيل صغيرة لها علاقة بتسهيل الحياة اليومية يعني قادرون باختلاف موجودة داخل الدولة المصرية، وبالتالي هذه التفاصيل بتؤكد أن أيضا وصولا من هذه التفاصيل حتى الأمور الأخرى بقى التي لها علاقة بالدمج في العمل العام وفي العمل الوظيفي وفي العمل الثقافي والرياضي والفني والسياسي أصبحت موجودة وحاضرة على أرض الواقع. التمثيل البرلماني في البرلمان المصري ذي قادرون باختلاف حاضر وموجود ويدافع عن حقوق قادرون باختلاف، بل ينجز تشريعات مهمه للغايه لهذه الفئه المهمه للغايه داخل الوطن، وبالتالي انا اعتقد ان الدمج اصبح ايضا موجودا بمفهوم شامل ويهتم ايضا بتفاصيل كانت مفقوده في الماضي. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.